كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قد لاقت استجابة واسعة من القوى الوطنية المختلفة منذ اللحظة الأولى للإعلان. كلف الرئيس السيسي الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، على أن يحضر رئيس الجمهورية جلسات الحوار في مراحلها النهائية. جمهورية جديدة تتسع للجميع وتنتصر للاختلاف، تكليف واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وبتنظيم وتنسيق حوار وطني بين كافة التيارات والأحزاب السياسية، وفتح الباب لمشاركة كل المصريين على اختلاف تياراتهم. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. الأكاديمية الوطنية تنفيذاً للتكليف الرئاسي أكدت الالتزام بأطر دورها التنظيمي والفني والتنسيقي فقط، بعيداً عن التدخل في مضمون الحوار، وسعياً لبلوغ نتائجه من تحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة وفقاً لرأي القوى والتيارات المشاركة، لتقتصر مهامها على الدعم اللوجستي من خلال تنظيم ورش عمل وندوات مختلفة لعرض الرؤى الخاصة بالقوى السياسية والشبابية في الموضوعات محل النقاش، لتعظيم قيمة مخرجات هذه الأنشطة في ضوء المتغيرات العالمية. القوى والأحزاب السياسية كافة سرعان ما لبت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لما فيها من خير لوطننا، وقامت كل منها على حدة بتنظيم ورش العمل الخاصة بها لتحديد أولوياتها النقاشية بالحوار. وفي أولى خطوات الحوار التنسيقية تم اختيار نقيب الصحفيين ضياء رشوان منسقاً عاماً للحوار، والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمود فوزي رئيساً للأمانة الفنية للحوار. وتكون من مهام نقيب الصحفيين ضياء رشوان بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري. نقيب الصحفيين ضياء رشوان أكد أن حجم الاستجابات لدعوة الرئيس السيسي فقط ما يمكن تصوره، مؤكداً الموافقة الجماعية على المشاركة في الحوار الوطني من مختلف التيارات والأحزاب السياسية، إضافة إلى وجوه ظن البعض أن لا موطئ قدم لها في العمليات السياسية بعد.